أثابكم الله. هذا سائل يقول: من مات على التوحيد دخل الجنة وإن لم يعمل، أم من قال لا إله إلا الله ومات على التوحيد ولم يكن يعمل؟ نعم، في حديث إن صاحب البطاقة أنه يعرض له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها مملوءة بالسيئات، أيقال له هل لك حسنة؟ فيقول لا يا رب. يقول الله بلى إنك لا تظلم. ثم يؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يدخل الجنة، يدخل بها الجنة. فهذا يدل على أن هذا الرجل دخل الجنة ولم يعمل، قال لا إله إلا الله لكنه لم يعمل فيدخل الجنة. يقول المرجئة: هذا دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان. نقول لا، حديث هذا مجمل، وهناك حديث مفصلة، لا نأخذ واحد ونترك البقية، هذا مجمل حديث مفصلة، أنه لابد من الآيات وأحاديث على أن الأعمال من الإيمان كما سبق. لكن هذا الرجل قال هذه الكلمة صادقا من قلبه ثم مات ولم يتمكن من العمل، مات ولم يتمكن من العمل، دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين ثم مات أو قتل، لم يتمكن من العمل، يدخل بذلك الجنة بصدقه وإخلاصه دخوله في الإسلام. فنحن ما نأخذ بطرف من الأدلة ونترك الطرف الثاني، نجمع بين الأدلة. نعم، ليس هذا الحديث وحده هو الذي جاء في هذه المسألة، بل هناك حديث كثيرة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا. نعم.